سي سعيد شي جابت هذا السؤال ديالكم هو ان جديد نظام الصعود والهبوط بعد نشر الصفحه ديال العصبه نظام الصيغه الجديده ديال الصعود والهبوط اعتقد هو نظام عادي مجرد نظام عادي وان كان غادي يكون ان كياكد ان هناك قطيعه ما بين مباريات السد ان العصبه وقت كتحترم مباريات السد وهذا هو اللي غادي يعطي واحد النوع ديال المنافسه كنعرفوا ان واحد من 23 فريق في القسم الممتاز غادي يطلع واحد ويهاودو كذلك اعتقد اربعة ضد الفرق هناك عملية حسابية غادي يكون تكون مباراة بطولة مصغرة في المرحلة الثانية غادي تضمن فرق المحتلة القسم الأولى والثانية في كل مجموعة غادي تطلع تلعب مباراة ليغية بطولة مصغرة واللي فاز فيها غادي يصعد مباشرة للقسم الثاني هو بينما اللي غادي ينزل هما أصحاب الرتبة الثانية المقر الأخيرة والرتبة الأخيرة اللي يمكن هما اللي غادي يهبطوا مباشرة خلال القسم الوطني الثالث بالنسبة للقسم الوطني الثالث مجموعات كذلك عادية وإن كان خليك معايا في المباراة اللي شفنا اليوم حنا حاضرين أننا في هذه الأمسية الأربعائية باش أننا نتابعوا ثلاثة ديال المباريات شفنا المباراة الأولى اللي تلقت على الساعة الثانية عشرة ديال بين الفريقين المحليين رجاء البوغاز وكذلك رجاء محباكم اعتقد ان اللي خرج رابح من هذا الفريق من التعادل كيخدم المصلحه ديال الفريق رجاء البوغاز اكثر على اساس انه لم يتحقق اي هزيمه وهذا عمل وهذا حساب جيد لان من عنده انتصارين وثلاثه ديال التعادلات بمعنى عنده 9 نقاط مقابل ان فريق رجاء محباكم كيبحث على انه يزكي انتصار اخر لان صار عنده انتصار واحد في خلال هذه الجولات هذه هذا هو اللي جعل ديك المباراة تكون ديك السيرة جات فرصة الشوط الثاني يمكن كان عادي متكافئ بين الفريقين وان كان نقولوا الشوط الاول كان كامل عملية جس النبض وهي اللي اخذت واحد الشق كبير من طرف المدربين المدرب رجاء البوغاز السوائي اللي كان كينتظر ان فويق الفريق يستطيع باش انه يوصل لمرمى ديال رجاء محباكم ولا عبد القادر اللي هو المتطوع المناضل ديال رجاء محباكم اللي قام كذلك اليوم عفوا توصل على المعلم كوف في مجال التدريب وفي غياب المدرب منصف شفنا فريق يمكن كان كيحتاج ديك اللمسه ديال المنصف الوقفه ديال المنصف اعتقد هذا هو اللي جعل هذه المباراه تمشي في ديك الشق ديال التعادل الشوط الثاني جات فرصه امام كل الفريقين الشوط ضربه الجزاء كانت واضحه لم يستطع التوفيق فيها لاعب ديال رجاء محباكم وهو ضرب واحد الطريقه يمكن نقولوا كتوقع في اي حاجه في مجال كره القدم كلشي كان منتظر يمكن كان غادي تعطي لنا مباراه اخرى لو كانت سجلت ديك ضربه الجزاء ديال رجاء محباكم مباشره بعدها فرصه كذلك في الجهه اليسرى نسيله الجيد اللاعب ديال رجاء البوغاز واللمسه نقصاته اللمسه الاخيره عندما انفرد بالحارس ويمكن هنا نتكلموا على موضوع المشكله ديال اللاعبين المشكل ديال التايمين انه كيمكن ديك التاخر في اتخاذ القرار او اتخاذ القرار متاخر هو اللي كيجعلو انه كيوقعوا يمكن كلشي كيعتقد انه بعد المراوغه ديالو دخول المربع ديال العمليات او صندوق العمليات انفراد الحارس ولكن يمكن الحارس بالطريقه اللي خرج بها كان ممتاز هو اللي نقذ الفريق ديالو من الهزيمة أعتقد تعادل كيبقى منصف للفريقين حسب معطيات المباراة وإن كان كل فريق كيطمح أنه يفوز لأن اليوم لعبنا الجولة الخامسة وخلال الأسبوع نهاية الأسبوع غادي يلعبوا الجولة السادسة يمكن فريق رجاء البوغاز عنده مباراة غادي يمكن غينتقل إلى وزان يمكن كان أنه ينتصر أكثر في المباراة الثانية واللي جمعت طلبة التطوان الضيف مع فريق ديال جوهرة مسنانة فريق جوهرة مسنانة اللي وقع على حضور جيد وانطلاقة جيدة ولكن اليوم صار فريق مسنانة سقط في واحد الفرق يمكن اعتقد في خطة ديال الزيادة في الثقة الزائدة وهذا اللي جعل ان الفريق اللي كيقودو المدرب المقتدر السي حسن الدرقي انه يسقط الفرق ويخرج من المباراة في الدقيقة اعتقد 30-31 مباشرة بعد ما تلقى هدفين بالفرق بيناتهم بين الدقيقة الأولى والدقيقة اعتقد دقيقة 30-31 خسر جوج ديال الاهداف تلقاهم في واحد الظرف ديال الدقيقة تلقي الفريق اي فريق يتلقى دقيقتين دقيقة واحدة يتلقى هدفين كيكون التأثير ديالها معنويا ونفسيا على اللاعبين أكثر وهذا هو اللي جعل ديك الفريق نشوفوا خروج اللاعبين من المباراة وهذا هو اللي جعل أن كذلك نشوفوا المباراة كتمركز في وسط الميدان اللي استغلوا جيد بصفة طريقة جيدة طلبة تيتوان عرف أنه كيفاش يتموضع في الوقت اللي كان فريق
جوهرات مسلك كيبحث على العوده للمباراه. جات فرصه سجل هدف عن طريق حمص بمساعده احد المدافعين ديال طلبه تطوان، وان كان بعد ذلك استطاع انه يتراجع عاود ويجي فريق ديال طلبه تطوان ويسجل الهدف الثالث قبل ما يعود فريق جوهرات مسننه الى المباراه ويسجل الهدف الثاني. ولكن اعتقد عامل الوقت كان فاتو، اعتقد لان جوهرات مسننه مطالب بلملامه الاوراق ديالو بعد هذا المباراه، ونتمنى انه ما تاثرش على الهزيمه الاولى في 5 مباريات، شيء جميل. ولكن كنعتقد انه ما كانش كيستحق، على الاقل كان فريق المباراه حسب المعطيات ديالها والمجريات ديالها كان كينتهي بالتعادل، ولكن الهدفين اللي سجلوهم طلبه تيتوان يمكن اللاعبين ديال الخط الدفاعي ديال الخط جوهرات مسننه كيتحمل المسؤوليه في الهدف الاول، لان ملي دازت الكره من الجهه اليمنى ملي ضاعت الكره في وسط الميدان انتقلت للجهه اليمنى والتمريره وكانت في البوطو الثانيه، بمعنى في العريضه الثانيه، بمعنى ان كل شيء كيشارك ديك الخط الدفاعي كامل دازت الكره من الطرف ديالو، كان هذيك هي الهدف اللي غير المباراه. حنا اليوم دابا كنشوفوا المباراه ديال اعتقد السيد ادريس مع اف سي بامتازا، وحنا في الشوط الاول والنتيجه هي 0 لمثله، وان كان اللي كنسمعوا بزاف هو اصوات ديال المدربين لان المباراه مازال في البدايه ديالها، ولكن اللي بغي نقول ان هي الاجواء جميله في هذا الطقس في هذا المناخ يغرب المشاهده ويغرب المتابعه، وان كان دائما كنقولوا ان كتنقصها الجمهور ويخفع الله سبحانه وتعالى ان شاء الله من الوباء. وشوفوا بالمناسبه كذلك كاين مباراه رافعين كنشوفوها في ملعب اخر، مباراه حديه بين المغرب التطواني واتحاد طنجه، والنتيجه اعتقد في الشوط الثاني هو تقدم فرق التطواني بهدف لصفر على اتحاد طنجه، اللي كنشوفوا حل مجموعه ديال الغيابات. كان هي مباراه استعداديه اللي كنتمناو الفريقين قطبة ديال الشماليه انهم يكونوا في المستوى لتقديم الجميل في كرة القدم الشمالية. وشكرا سي سعيد، شكرا للمهتمين كذلك ومتابعين الصفحة ديالك سعيد يزامي وفوتوريف، وحنا معك على الرسول. شكرا سي رشيد، ممكن تعطينا واحد النبذة خاصة حول البرنامج نتاع نهار الجمعة، المضيف اليوم الضيف اللي عندكم اليوم نهار الجمعة؟ نهار الجمعة هو عندنا بالنسبة للمباشر في مقر جريدة لاكرونيك، مقر جريدة لاكرونيك وموقع 365، هو عندنا مع تفاعلا وانسجاما مع النظام الجديد ديال الصعود والهبوط وانطلاقه الدوريات ديال البطولات ديال عصبه الشمال. هذا عمل كبير السي سعيد اللي الناس نقدروه، باقي العصب اخرى ما انطلقتش، ولكن حنا انطلقنا بجميع البطولات، البطوله ديال الممتاز الثالث الرابع، البطوله النسويه، الفئه العمريه كامله. اذا فوت وصل، لان باش نوضح الناس من الصفحه من عند السي سعيد هو ان فوت وصل بقى ما انطلقتش، لان يمكن المراكز والقاعات الرياضيه غادي تستعمل في مجال العمليه ديال التلقيح اللي كنتمناها انها تكون لصالحنا، وان شاء الله نكونوا كاملين نخرجوا من هذا الوباء بخير. هذا علاش فوتبول صالة ما انطلقش. هذا العمل هذا هو عمل جيد، غادي نشوفوه مع السي عبد اللطيف رئيس العصبه اللي غادي يكون حاضر. كذلك عندنا دور ديال البطوله الجهويه في تطوير الممارسه، غيكون معنا حكيم الدودي بصفته كذلك مدير جهوي مسؤول عن تطوير الممارسه بجهه بالعصبه ديال الشمال، ويكون عندنا السي رضوان بن عبد الله هذا المسير النموذجي اللي غادي يتكلمنا على معاناه وتحديات ديال الانديه ديال القسم الوطني الرابع. شكرا السي سعيد. شكرا.